الديمقراسي صوفيا طاهري، مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجزئية في مكناس. العمر ديالي 32 سنة، أنا متزوجة وأم لطفل. التكوين ديالي مهندسة خريجة المدرسة العليا للمهندسين في الأشغال العمومية. أنا كذلك عضوة في غرفة التجارة والصناعة والخدمات لمكناس فاس منذ 2015. اليوم كنطلب من المكناسيات والمكنسة يساندوني. أولا نعول على النساء يساندوني كمرأة، وكشابة كذلك معولة على الشباب ديال مكناس. وبصفة عامة المكنسة اللي كيبغيو مكناس وكيغيروا عليها، عندي اليقين أن مكناس غادي يحسنوا الاختيار ديالهم. انا عندي الثقه فيكم ونتمنى حتى نتوما تثقوا فيا. انا مستعده نتحمل هذه المسؤوليه وغادي ندافع على مكناس بكل قوه. وحنا في هذه الحمله كنحترموا كل المرشحين، وبغينا تكون حمله كتعكس الاخلاق ديالنا كمكنسه. ومن هذا المنبر بغيت نشكر كل الاحزاب اللي دعمتنا وسندتنا. لله ولي التوفيق. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.